حياكم الله ويا رب تكونون بأحسن حال. قبل فترة ليست بالطويلة كان لي وبحكم عملي تواصل مع عائلة وصلت للدنمارك في السنوات الأخيرة. هذه العائلة والتي أوجه لها أطيب التحايا والأمنيات كان مصابها في ابنتها الصغيرة، فطفلتهم التي أسأل الله لها الشفاء ورغم صغر سنها كانت تعاني من مرضا خبيثا، وكنت أرافق العائلة من خلال مواعيد ثابتة أسبوعية وشهرية لفحوصات مختلفة، وكانت أغلب هذه الفحوصات تتم في إحدى المستشفيات في مدينة أوغوس. كنت أرى وأشعر بمعاناة الأهل مع مصابهم هذا. كانت أياما صعبة جدا، وفي الفترة الأخيرة وصلتهم معلومات من المستشفى التي يعالجون ابنتهم فيها بأن الجهات الصحية هنا في الدنمارك تسعى لتجميع كل أقسام معالجة الأطفال المصابين بالسرطان في مكان واحد، وتحديدا في الغيش هوسبيتال في العاصمة كوبنهاغن. هنا كان الخبر وإن لم يكن رسميا أشبه بالصدمة للعائلة، لأن وفوق كل هذه الالتزامات والقلق على صحة ابنتهم فإنه يتوجب عليهم الذهاب إلى العاصمة في كل مرة تحتاج ابنتهم إلى العلاج والفحص والمتابعة، ونحن نتكلم عن مسافة تمتد مئات الكيلومترات وما يقارب الأربع ساعات. المهم أنه لله الحمد فإن قبل يومين أجلت الجهات الصحية هذا المقترح، مقترح نقل أقسام الأطفال المصابين بالسرطان إلى العاصمة إلى أجل غير معلوم. هنا في الدنمارك أقسام معالجة الأطفال من هذا المرض الخبيث تكون في المدن الكبيرة الأربعة، ومع المقترح فإنه يتم نقل كل هذه الأقسام إلى العاصمة. هذا المقترح لاقى انتقادات كبيرة من قبل أهالي الأطفال وحتى من المختصين، فالمختصين ذكروا أن الأطباء المشرفين على هذه الحالات، حالات الأطفال المصابين بالسرطان، يجب أن تكون لديهم نوع من التواصل الخاص والمتابعة مع كل حالة، وبمركزة الأقسام في العاصمة سيفقد الأطباء هذه الخاصية. أما الأهل فعبروا عن تخوفهم من هذا الإجراء، لأن المركزية معناه فترة انتظار أطول للعلاج وفقدان للأمان في حال ما لو اضطر الطفل لعلاج عاجل. ماغية والتي هي أستاذة هنا في مدينة أوغوس والتي تجمعني معها معرفة خاصة، تعاني ابنتها سولفاي من ورما خبيثا ولاديا في العنق، وتحتاج إلى الذهاب وبشكل دوري لمستشفى المدينة لمراقبة وضع ابنتها الصحي. ذكرت ماغية أنها تشعر بالإطمئنان لخطوة تأجيل وتجميع أقسام علاج الأطفال في العاصمة، لأنها ستكون مطمئنة عن وضع ابنتها لو احتاجت إلى مساعدة طبية مستعجلة، فالمستشفى لا يبعد عن محل سكنها سوى كيلومترات معدودة. هذا الخبر أرسلته كرسالة صوتية مختصرة للعائلة التي ذكرتها قبل قليل، وقلت أنه من الممكن أن ينفع الكثير من الأهالي المصابون بهذا المصاب الكبير. هون الله أمور الدنيا وأمراضها على الجميع، وأسأل الله الشفاء التام لكل مريض. للمزيد من أخبار الدنمارك وأمور مجتمعها ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. نلتقي على الخير، حياكم الله.